فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإمام الشوكاني رحمه الله يرى كفر الخوارج وهل يعدون من الكفار؟ الله أعلم، ما وقفت على كلام له في تكفير الخوارج، إنما يذكر لكم فعل الصحابة معهم والنصوص التي دلت على التغليظ عليهم وقتالهم. نعم، وما يهمنا هذا، تكفيرهم أو عدم تكفيرهم هذا لا يهمنا، يهمنا معرفة مذهبهم وما هم عليه. نعم.